السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفه جديده. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتي وقتكم ونصلوا فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا اليوم باش تكون وصفه طريقه السلمون في الفور، سمك السلمون او السومون. بالنسبه للسومون هذايا اخترت باش يكون السومون نتاع البحر الاسود، يعني نقولوا نحنا منتوج محلي، ماهوش السومون نتاع النرويج. لهنا كيف ما شفتوا اول حاجه بديت بها خذيت الطبق نتاع الفور، فرشت فيه بابي. البابي هذيه تتباع سبيسيالمون للحاجات اللي تطيب في الفور، هذه اللي تبدا ملفوفه. يبدا من داخل بابي كويسون، من برا بابي الومنيوم. اللي ما عندوش بابي هذيه ما توفرش عنده، ينجم يفرش بابي الومنيوم المره الاولى وفوق منها بابي كويسون باش يحط فيها الحوت، ومن بعد كيف كيف يزيد يفرش من فوق باش يغطي بالبابي كويسون والبابي الومنيوم. كيف ما شفتوا لهنا خديت ثلاثه ترونشات نتاع حوت السومون، نحط عليهم كميه نتاع ملح كيف ما شفتوا بعد ما غسلناهم بالطبيعه. بالنسبه للحوت ناخذه نظيف، يعني الحواته اللي هنا في تركيا يبيعوا الحوت نظيف، ما يبيعولكش، يعني انت حسب ما تختار، تحب تنظف في الدار وحدك تهز، اما الاكثريه يبيعوه نظيف يعني نظفوه. كيف ما شفتوا بعد ما رشيت الملح حطيت زيت زيتونه، صبيت عليه زيت زيتونه باش نفوحه بالطريقه هذيا. نحاول الاطراف الكل يوصلها الملح وزيت زيتونه كيف ما شفتوا، يعني طريقه سهله، التتبيله بتاعو سهله، وفي نفس الوقت يجيكم حوت بنين على الاخر. هذيا اسهل طريقه واسرع طريقه، وتنجموا الطريقه هذيا تتبعوها خاصه للصغيرات اللي مازالوا كيبدوا ياكلوا في الماكله باش توكلوهم الحوت، تسنسوهم بالحوت. يعني الطريقه هذيا راهي باهية على الاخر وصحية. كيف ما شفتوا عندي معدنوس مقصوص جويد، بعد ما مسحتهم بالزيت والملح رشيت عليهم المعدنوس كيف ما شفتوا. جربوها الطريقة هذه بقدرة ربي باش تعجبكم برشا، وكيف ما قلت لكم سهلة وفي سايحفر. لهنا بعد ما رشيت المعدنوس المقصوص بالطبيعة على جنب عندي ورقات نتاع رند وعندي ترونشات نتاع قارص مقصوصين روندالات كيف ما شفتوا. كل ترونش نتاع حوت نحط عليها زوز روندالات نتاع قارص بالطريقه هذيه، وبالطبيعه عندي ورقات نتاع رند غسلتهم وباش نحطهم فوق القارص هذاك بالطريقه هذه. لهنا التفويح هذايا نتاع الحوت راهي تفويح صحي كيف ما شفتوا، ما لاحظتوا ما حطيتش حتى فيح اخر ولا كمون ولا حاجه، زيت وملح وقارص ومعدنوس ورند. ولهنا باش نغطيهم بنفس البابيه هذيك اللي فرشتها، هي بيده باش نغطي ونلفها من الاجناب الكل، نسكرها من الاجناب الكل باش الحوت هذايا ياخذ راحته في الطياب، يعني يطيب في البخار نتاعو منه فيه. لهنا كيف ما شفتوا لهنا لفيتو، سامحوني الكاميرا تسكرت ما فقتش بها البابيه. كيف ما شفتوا نلفها بالباهي بالطريقه هذيا، نحاول نطويها من الاجناب، نخلي كان الحوت في الوسط غاديكا باش يتحصر في وسط البخار هذاك، يعني يطيب في البخار منه فيه. بالطبيعه الفور يشعل على 200 درجه، الحوت نتاعي باش نطيبه لمده 20 دقيقه اكهو. هذه البابيه كيفاش لفيتها من الجناب، سكرتها بالبي على جناب باش الحوت هذاك يطيب في البخار نتاعو. ولهنا هذايا الحوت بعد مرور 20 دقيقة كيف ما قلت لكم الفور على 200 درجة، باش نحل نوريكم الحوت نتاعنا من داخل كيفاش. بالطبيعة مازال سخون، تو نحل نحي البابية الفوقانية ونوريكم الحوت نتاعنا كيفاش. ديجا تشوف فيه مازال يفور، هذا الحوت نتاعنا ديجا سيب الماء نتاعو، يعني سيبك الزيت كل شيء، وتشوفوا في الترونشات نتاع القارص كيف ما هما، يعني جوست الحوت هذيك تفوح. نحاول توا باش نحي البابي هذيك. وبالطبيعه حضرت بجنب سلطه البصل اللي هي تتقدم كيف ما قلت لكم قبل، سبق ووريتها لكم سلطه البصل بالسماق والمعدنوس، وريتها لكم قبل، تتقدم مع الاطباق نتاع السمك والا انواع الكباب. كيف ما شفتوا لهنا السومون نتاعي طايب ديجا شفتوا، باش نقرب لكم الكاميرا. كيف ما شفتوه الحوت طايب على الاخر، بدا يتفترش، هذا السومون نتاعنا طايب، ما خذاش 20 دقيقه. تنجموا حتى اللي ما يحبوش طايب برشا ينجم يخليه حتى اقل وقت. كيف ما شفتوه هذا السومون نتاعنا بعد ما حضر، وبالطبيعه بقى لي كان باش نحطوه في طبق التقديم. كيف ما شفتوا المنظر نتاعو ما شاء الله،
حاولوا توكلوا صغيراتكم الحوت، يعني اول ما يبدوا ياكلوا الماكله وكلوهم الحوت بالطريقه هذه. حاولوا ما تفوحوش ولا بكمون لا حتى شيء، حاولوا ما تستعملوش اللفاحات، طيبوه بالطريقه هذه. وحتى انتم الكبار تنجموا تاكلوه بالطريقه هذه، ياسر بنين. كيف ما قلت لكم لهنا راني استعملت السومون المحلي نتاع تركيا، ما استعملتش السومون نتاع النرويج. ان شاء الله بقدره ربي زادا راهو السومون هذاك نتاع النرويج اللي يبدا اورانجي زادا راهو يطيب بنفس الطريقه ويعطيكم بنه عالميه. بالطبيعه بقالي كان باش نحطو في طبق التقديم توا. ولهنا هذايا الطبق نتاعنا كيف ما شفتوا، هذه سلطه البصل اللي قلت لكم عليها، وهذيك الترونش نتاع السومو كيف ما شفتوها، ياسر بنين وياسر صحي. ننصحكم جربوها وبقدره ربي باش تعجبكم. هذه كان فيديونا اليوم، وهذه كانت وصفه اليوم. ان شاء الله الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه نتقابلوا ان شاء الله في وصفات اخرى. وبما انه رمضان ان شاء الله على الابواب، ان شاء الله بقدره ربي باش نوريكم برشا وصفات بنينه على الاخر وتستحقوها في رمضان. هذا هي فيديونا اليوم، نستنى تشجيعكم، نستنى كومنتاتكم، نستنى لايكاتكم، وفي امان الله.